بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو اليوم راح نشوف كيف راح نبدأ بعمل كونسيوم للـ API. طبعا ممكن نعمل كونسيوم في ويب ابليكيشن اندرويد اي او اس، لكن احنا راح نطبق طبعا على الويب ابليكيشن ASP.NET Core ويب ابليكيشن. البروجكت اللي راح نعمله ممكن نعمل بروجكت جديد منفصل كامل، او ممكن نعمله على نفس هذا السوليوشن اللي هو الباركي. فانا على السوليوشن رايت كليك اد نيو بروجكت، راح اختار ASP.NET Core ويب ابليكيشن، نيكست، راح اسميه باركي ويب، تمام، كرييت، بتاكد انه الدوت نت كور 3.1، وبختار ويب ابلكيشن موديل فيو كنترولر، وبضغط على كرييت. تم اضافه المشروع الباركي ويب في السوليوشن الخاص بالبروجكت الباركي. الان الباركي ويب هذا الاستراكشر الخاصه فيه طبعا بتكون من فولدرات كنترولرز والمودلز والفيو. عندنا هنا الابلكيشن سيتنجز اللي بحط فيها بعض الاعدادات مثلا مثل الكونكشن سترينج، لكن طبعا في الباركي ويب هذا ما حيكون في عندي كونكشن مع قاعده بيانات، لانه انا راح اعتمد على التعامل مع الداتابيز من خلال الاي بي اي الباركي اي بي اي. عندنا ملف او كلاس البروجرام هو اللي بيحتوي على المين ميثود اللي هي اول ميثود تشتغل لما اعمل رن للويب ابلكيشن، الستارت اب اللي بيحتوي عندي على جزئيه الديبندنسي انجكشن اللي هي الكونفيجر سيرفيسز ميثود، وبيحتوي عندي على البايب لاين اللي هي جزئيه الميدل وير اللي هي الميثود اللي اسمها كونفيجر. هنا بالستارت اب بعمل ريجستريشن للسيرفيسز اللي راح اطبقها عندي في هذا الابلكيشن. طبعا ال WW root بيكون عندي خاص بالستاتيك فايل مثل الايمجز، السي اس اس، جافا سكريبت فايل وهكذا. الان عشان اعمل كونسيوم واقدر اقرا من قاعده البيانات هذه، او خليني اقول عفوا مش من الداتابيز، عشان اقدر اعمل كويب ابلكيشن اعمل كونسيوم من الاي بي اي لازم تكون عندي ايضا الاي بي اي رننج. فانا لازم عشان لما بدي اشغل الويب ابلكيشن لازم يكون كمان الاي بي اي عامل رن ايضا. لذلك حروح على السوليوشن هنا، رايت كليك على السوليوشن بروبريتيز، بختار هنا الستارت اب بروجكت، اي بروجكت يعمل ستارت اب الاي بي اي ولا الويب، راح احكي له مالتيبل ستارت اب بروجكت. الباركي اي بي اي يعمل ستارت والباركي ويب يعمل ستارت ايضا، اوكي. ولو عملنا الان ستارت راح يشتغل عندي طبعا الان الباركي اي بي اي، وراح تشتغل عندي كمان ايضا كمان راح يشتغل عندي اللي هو الباركي ويب. هذه الاي بي اي عملت رن، وهنا الباركي ويب ايضا عمل رن، تمام. الان في نجت باكج بدي انزلها على الباركي ويب. لازم ننتبه احنا وين عم نشتغل الان، لانه التو بروجكت موجودين في نفس السوليوشن. رايت كليك على الباركي ويب على المانج نجت باكجز على البراوز، راح انزل اللي هو الريزر ران تايم كومبايليشن، ريزر ران تايم كومبايليشن، راح انزل هذه النجت انستول اي اكسبت. تمام، طبعا هذه النجت بنزلها عشان في اثناء الران تايم اذا عملت اي اديت على الفيوز او على البيجز مباشره بيظهر هذا التعديل، مجرد ما حفظته بيظهر اثناء الران تايم. اتاكد ان هذه النجت نزلت هنا في الديبندنسز باكجز، نعم. الان بروح على الستارت اب على جزئيه
الكونفيجر سيرفيسز، سيرفيسز عندنا دوت اد كنترولر وذ فيوز، لان نحكي دوت اد ريزر ران تايم كومبايليشن. تمام. الان عشان اعمل كونسيوم مع الاي بي اي من خلال الويب ابلكيشن، احنا محتاجين نعمل اللي هو اتش تي بي كولز، وبالتالي يعني بدنا نعمل هنا ريجستريشن بجزئيه الكونفيجر سيرفيسز. سيرفيسز هنحكي محتاجين تو ميك يعني اتش تي بي كولز، فهنحكي دوت سيرفيس دوت اد اتش تي تي بي HTTP client. تمام وفاصلة. فإذا عشان نعمل HTTP calls بنروح على startup configure services، بنحكي services.add HTTP client، وهذا ال HTTP client اللي هو حيمكننا ان نعمل HTTP call، سواء response او سواء request. اعمل request ويجي من هذا بعديها اللي هو ايش response. تمام. الان لما نيجي نعمل هذا ال HTTP calls، ممكن نعمله على مستوى الفيو، يعني على مستوى الكنترولر والفيوز، لكن احنا بدنا شغلنا يكون منظم، لذلك بدنا نتبع اللي هو الريبوزيتوري ديزاين باترن. فاول شيء عملنا ريجستريشن للاد HTTP client عشان من خلال طبعا جزئيه الكونفيجر سيرفيس service.add HTTP client. الان راح اروح على الباركي ويب، اضيف اللي هو فولدر خاص بالريبوزيتوري. تمام. وداخل هذا الفولدر اضيف اللي هو الفولدر الخاص بالانترفيس للريبوزيتوري. تمام. الان خلينا ايضا كمان قبل ما ابلش في الانترفيس الخاصه بالريبوزيتوري والكلاس اللي بيعمل امبلمنت لهذه الانترفيسز، خليني اضيف هنا فولدر اسميه يوتيليتي، اد فولدر يوتيليتي، داخله بدي اضيف كلاس ستاتيك كلاس اللي هو بسميه اس دي اختصار لستاتيك ديتيلز، public static class sd. راح اعرف داخل هذا الكلاس الان 3 constants اللي هو خاصه باليو ار ال للاي بي اي الموجوده عندنا. فهنا احكي public const string من نوع string اللي هو ايش حسميه اي بي اي base URL. ال URL الرئيسي لل API ايش كيف هو او من وين بجيبه. راح اعمل run الان. لاني انا راح اجيب ال URL وراح اثبته لاني راح استخدمه دائما. راح استخدمه عشان لما اعمل ال HTTP calls لازم امرر ال URL اللي بدي اعمل معاه calls. فبالتالي بنسخ هذا الجزء بدون طبعا الاندكس وراح اعمل له بيست هنا. ايضا راح اعرف كمان public constant string خلينا اسميها API national park path مثلا. تمام. تساوي ايش قيمتها الان راح نشوف. خليني اعمل نسخه كمان لل API trails path. خليني اوقف البروجكت، اوقف الرن. تمام. راح اروح الان على الباركي اي بي اي، على الكنترولرز، على الناشونال باركس كنترولر، واخذ هذا الباث. هذا هو راح يكون الباث طبعا مع اليو ار ال تبع الاي بي اي. فعلى الاس دي برجع هنا،
هذا حيكون الباث اللي هو API V version 1 National Park. طبعا هذه بعملها concatenation مع الـ API base URL. وأيضا هذه نفس الشيء راح أخذ كوبي لهذه بيست هنا API base URL اللي هو هذا مع إيش الـ API version 1 trails. لكن هذه خلينا أعدل هنا اسمها أسميها نحكي National Park API Path, وهذه حتكون Trails API Path. تمام؟ فالباث هنا الكامل إيش بيكون؟ عبارة عن الـ API URL مع الـ URL اللي هو تكملة اللي هو بيعمل كونكت مع الـ API حسب اللي هي National Park أو التريلز. طبعا محتاجين اللي هو الـ API بعدين الـ Virgin بعدين اسم الـ API كذلك بالنسبة للتريلز. تمام. الآن نرجع لجزئية الريبوزيتوري. ننتبه في بروجكت الباركي ويب. الآن في الـ iRepository راح أعرف انترفيس add class interface, راح أسميها أسمي هذا الانترفيس i repository add. طبعا هذا الانترفيس راح تكون عندي عبارة عن generic interface, يعني راح تأخذ generic class. وبالتالي هنا حقول public, راح أعطيها public interface i repository, راح خليها تأخذ generic class أسميه مثلا t أو t entity where t هذا is a class. تمام. الآن بدي أعرف هنا اللي هي الميثود اللي بدها تكون موجودة عندي في هذا الانترفيس. حقول هنا task الميثود الأولى الريزلت راح ترجع لي إياها اللي هو T اللي هو الجينيريك اللي هو الكلاس. تمام. وإيش هنا حقول حسميها get async, وحتستقبل هذه الميثود عشان حترجع لي object من اللي هو الجينيريك كلاس وإن كان National Park أو Trail. get async إيش راح تستقبل هاي integer id. تمام. الميثود الثانية اللي راح أعرفها طبعا أنا هنا عرفت فيها تاسك وراح ترجع لي, طبعا احنا ممكن هنا يعني نعرفها هيك تي راح ترجع لي اوبجكت من نوع الكلاس هذا. تمام. لكن احنا هنا تاسك عشان هستخدم معها اويت, فبنحكي هنا مباشره تاسك اوف التي. تمام. الميثود الثانيه راح اسميها جيت اول, راح ترجع لي تاسك راح ترجع لي اي انيوميرابل enumerable of الايش of الt, راح ترجع لي list of data, فحسميها هنا get all async طبعا ما بتستقبل اي باراميتر. طيب بالنسبة للميثود اللي هي create والupdate والdelete, طبعا احنا هنا قاعدين بنعرف الميثود لكن الان نشتغلها على الجينيريك انترفيس اللي هي الميثود الموجوده في الريبوزيتوري للاي بي اي. تمام. اللي هي الجيت ناشونال باركس جيت ناشونال بارك ومثلا اللي هو الكرييت والابديت والديليت. فبالتالي الان لما انا جالس الان بعرفهم كجينيريك عشان بدي اتعامل مع التو كلاس اللي هو التريل والناشونال بارك. لكن ننتبه هنا حاجة, أنا ما دال بدي أعمل كول HTTP كول إذا لازم أمرر أول شيء وراح أمرره في كل الميثود اللي هو string عبارة عن ال URL, وهنا أيضا string URL لهذه الميثود اللي هو عشان يعمل لي كول لل API. أيضا هنا بدي اقول تاسك ميثود مثلا لكرييت
الكرييت راح تعمل لي ريتيرن لايش؟ لبوليان. وهنا راح احكي اسميها كرييت اسينك، تمام. وطبعا هذه الميثود تستقبل string url وايضا object اللي هو object، نحكي نسميه object to create. طبعا object من نوع اللي هو الجينيريك كلاس اللي هو t. اعمل 3 copy او 2 copy. الان update async هنا ايضا بترجع بوليان، وهنا object to update ايضا هنا عندي اللي هو التاسك بوليان لا ديليت اسينك، وهذه ايضا كمان تستقبل سترينج يو ار ال لكن تاخذ اللي هو انتجر اي دي للديليت. الان كانترفيس الان عندي جاهزه، راح اروح انشئ داخل طبعا البارك ويب داخل مجلد الريبوزيتوري، راح اروح انشئ كلاس راح اسميه ريبوزيتوري. هذا الكلاس الريبوزيتوري راح يكون عباره عن جينيريك كلاس ايضا بيعمل امبلمنت للاي ريبوزيتوري، وبمرر له هنا كمان التي جينيريك، حيث انه هذا التي راح نحكي وير T is where T is a class. اوكي. الان ايش بده عندنا هنا للانترفيس؟ لازم نعمل implement للميثودز الموجودة في الانترفيس. implement interface. بس هنا في عندي هنا حاجة هنا. عفوا where t بدل ال is بنعبر عنها بنقطتين فوق بعض، هنا where t is a class. الان بدنا نعمل implement للانترفيس. implement interface هيعمل implement للميثود الموجودين في الانترفيس، هذه الميثود تمام. خلينا نبلش بالcreate async. قبل ما نبلش بالcreate async بدنا نجيب من dependency injection object من ال IHTTP client factory، لذلك بدنا نعمل inject من خلال constructor CTOR لا object اللي هو من نوع IHTTP client factory. هذا ال object راح اسميه client factory، تمام. هذا الاوبجكت اللي راح نعمل له انجكت، بدي اعمل اوبجكت على مستوى الكلاس واعمل له انشلايز داخل الكونستراكتر. فهنا بحدد هذا الاوبجكت خلال هذه اللامب كرييت اند انشلايز فيلد كلاينت فاكتوري. انشانا هنا الاوبجكت وعملنا له انشلايز داخل الكونستراكتر من القيمه اللي رجعت عندي من الديبندنسي انجكشن. الان بالنسبه للكرييت اسينك خليني اشيل هذا السطر، فأنا بدي أعرف var request يساوي new، هو عبارة عن object من نوع HTTP request message. هذا ال request message باخذ two parameter، البارامتر الأول اللي هو ال HTTP method اللي هي post، راح تكون عندي الميثود وراح ياخذ عندي اليو ار ال اللي هو اليو ار ال اللي بستقبله هنا بمرر له اياه يو ار ال، تمام. الان اذا كان الاوبجكت تو كرييت اللي بستقبله هنا بفحص اف اذا الاوبجكت تو كرييت نوت ايكوال نل، فايش بدي اعمل هنا اذا ايكوال نل؟ بدي احكي request dot content يساوي new string
كونتنت. الان انا بدي ابعث ريكويست لكرييت عشان اعمل كرييت لمثلا ناشونال بارك او تريلز. فهذا الريكويست الان بدي امرر فيه الكونتنت اللي بدي تعمل له كرييت. فبحط هنا في البروبرتي الخاصه بالريكويست اللي اسمها كونتنت القيمه التاليه نيو سترينج كونتنت بين الاقواس السترينج كونتنت هاي من وين بجيبها؟ جيسون convert طبعا مش converter ننتبه json convert هنا ما راح يتعرف عليها. خلينا هنا نحط عند إشارة اللامب ونعمل install للباكج اللي اسمها new ton soft json تمام. فإذا ننتبه انه json convert مش converter هذه ما راح يتعرف عليها هذا الكلاس. فهنا بحط على اللامب install package newton soft json وبضغط على find and install last version راح ينزل هذه النجت باكج. الان من خلال هذا الكلاس راح احكي dot serialize object serialize object اللي هو الاوبجكت اللي بستقبله object to create تمام. الان بعد هذه البارامتر الثاني اللي بتاخذه string content ايش بتاخذ البارامتر الثاني اللي هو الانكودينج. حنقول انكودينج او انكودينج عفوا encoder فاصله encoding dot utf8 وهنا بنمرر له التايب as string اللي هو application slash json تمام. اذا نفهم الان انا الريكوست ابعث معاه كونتنت. الكونتنت هاي من وين بدي اجيبها اللي هو من الاوبجكت تو كرييت تمام من الاوبجكت اللي عندنا اللي حتستقبله هذه الميثود. لكن هذا الاوبجكت عشان ارسله او هذه الكونتنت عشان ارسله هذه الكونتنت بتاخذ عندي ايش اوبجكت من نوع string content. string content الان هذا الاوبجكت راح احوله لجوز الى جيسون عن طريق json convert dot serialize object اللي هو الاوبجكت تو كرييت هذا بحوله لجيسون بعمل له encoding utf8 وبحدد التايب تبع التايب لهذه الداتا اللي هي application json تمام. else في حال كان عندي الاوبجكت تو كرييت نل مباشرة هذه الميثود بخليها تعمل return false. الآن بعرف object var بسميه client ايش تساوي قيمته؟ تساوي قيمته الاوبجكت اللي هنا عرفناه اللي هو الكلاينت فاكتوري client factory dot create client تمام. فأنا هنا أنشأت HTTP client تمام اللي هو عبارة عن يعني أنا أنشأت object من نوع اللي هو HTTP client. من خلال هذا الأوبجكت الآن إيش بدي أعمل هنا؟ راح اعرف اوبجكت من نوع http response message راح اسميه response ايش تساوي قيمته await راح نحكي await الكلاينت اللي عرفته انا هذا http client dot راح اخليه يعمل send async لمين للريكوست اللي عندنا يبعث الريكوست. طبعا النتيجه للسند اسينك هذه ايش راح ترجع؟ راح ترجع ريسبونس. لما اعمل ريكويست راح يرجع عندي ريسبونس راح اخزنه في هذا الاوبجكت اللي هو من نوع اتش تي بي ريسبونس مسج. اعطاني ايرور هنا عشان الاويت لان لازم عندي الميثود هذه هنا بابليك نحكي اسينك عفوا مش هنا في الميثود كرييت اسينك نحكي بابليك اسينك
تاسك تمام اسينك نحكي هنا الان الاويت ما بتظهر ما بتعمل عندي مشكله. فاذا انا الان عشان اكمل عمليه الكرييت بدي الاتش تي بي كلاينت اللي انشاته يعمل سند اسينك لمين للريكوست. هذه حيرجع عندي ريسبونس ححطه في اوبجكت من نوع اتش تي بي ريسبونس مسج. الان حفحص اف اذا الريسبونس اللي رجع عندي دوت status code equal http status code dot okay اللي هي بالكريات لا بالكريات اللي هي بيرجع عندي created اللي هي 201 dot created. في هذه الحالة هذه الميثود نخليها ترجع return true. وطبعا إذا ما رجع عندي created فهنا حخلي هذه الميثود او خلاص بدون else راح تعمل return false. تمام اذا الميثود هنا post عرفت هنا request object من نوع http request message بتاخذ الميثود اللي هي post واليو ار ال. بفحص اذا الاوبجكت عندي اللي ممرره انا لهذه الكرييت ميثود اذا كان null بيعمل return false. اذا كان not null في هذه الحاله هذا الاوبجكت بحوله ل جيسون عن طريق الجيسون كونفيرت دوت سيريلايز اوبجكت. والكونتنت هذه الخاصه بالريكوست هي عباره بتاخذ قيمه من نوع اوبجكت من نوع سترينج كونتنت. وهذا باخذ 3 باراميتر اللي هو الجيسون وباخذ الانكودينج وباخذ اللي هو التايب از سترينج. الان إذا الأمور ما عملت هون ريتيرن فولس يعني الأوبجكت فيه قيمة والريكوست صار فيها كونتنت بعرف أوبجكت من نوع اتش تي بي كلاينت فار كلاينت مثلا نحكي يعني احنا ممكن نحكي فار كلاينت أو اتش تي بي كلاينت نحكي ما في أي مشكلة ما في أي فرق بس للمعلومية. يساوي إيش؟ يساوي من خلال الكلاينت فاكتوري اللي هو الأوبجكت اللي جبناه من ديبندنسي انجكشن عملنا له انجكشن ديبندنسي انجكشن وعملنا له initialize للأوبجكت الخاص فينا هنا اللي هو من نوع HTTP client factory dot create client factory. تمام الآن بعرف أوبجكت من نوع response message HTTP response message. الريسبونس هذا شو تساوي قيمته await عملية send request. عملية send request راح ترجع لي response بخزنه في هذا الأوبجكت. الآن بفحص الستيتس اللي رجعت مع الريسبونس إذا كانت created فبريتين هذه الميثود ترجع true else حيكون أكيد false. خليني انسخ هذا الجزء كوبي واروح ل اللي هي الميثود الابديت اسينك انسخه بيست هنا. اول شيء الريكوست هنا الميثود شو حتكون عندي الميثود حتكون باتش. الريكوست حيكون الميثود باتش. الان هنا الاوبجكت تو ابديت اوبجكت تو ابديت وهنا اوبجكت تو ابديت نفس الشيء الكونتنت. طبعا هذا خلينا نعملها public async task كمان return false في حال كان الاوبجكت تو ابديت null. الان الكلاينت نفس الشيء عرفناه اتش تي بي كلاينت. الريسبونس نفس الشيء لكن هنا في حال كانت الابديت فبدنا نفحص اذا كانت الريسبونس دوت ستاتس كود هي اتش تي بي ستاتس كود دوت نو كونتنت. تمام وناخذ هذا الكود نفس الشيء كوبي تمام ناخذه للديليت اسينك. خلينا نحكي هنا بابليك اسينك تاسك اوكي نعمل بيست هنا كنترول في. هنا طبعا ما في عندي هنا اوبجكت خليني احذف هذا الجزء. الان بحكي هنا var request يساوي new http request message. هنا حتكون الميثود ديليت وهنا الـ URL راح أمرر معاه اللي هو إيش الـ ID. الآن من خلال الـ Client Factory هعمل HTTP Client وأستدعي Send Async للـ Request حيرجع لي Response. الـ Response هذا بفحص قيمته يعطيني No Content Return True. طبعا إذا مش No Content حيعمل لي Return False. طيب بس خليني أراجع هنا
في حال الابديت راح نشوف هنا. الان بالنسبه لباقي الميثود، الان راح اروح على اللي هي الميثود الجيت اول اسينك. خليني انسخ من الكرييت مثلا مبدئيا هنا كوبي اوكي. في الجيت اول اسينك الريكوست هنا الميثود راح تكون جيت وامرر اليو ار ال. ما عندي هنا طبعا اوبجكت، خلينا نعملها هذه بابليك اسينك تاسك اوكي. هنا الريسبونس راح تمرر اللي هو الريسبونس راح تستقبل القيمه اللي راح ترجع من الكلاينت دوت سند اسينك تمام. الان بدي افحص اف اذا كان الستيتس كود رجع عندي اللي هو اوكي تمام. طبعا هذه الميثود ما بترجع لي ترو فولس، هذه الميثود بترجع لي انيومرابل اوف اللي هو الجينيريك كلاس، وبالتالي انيومرابل. فبنحكي هنا var راح في الريسبونس الان شو راح يرجع لي؟ ليست بس راح يرجعها كجيسون. فهنا var بعرف جيسون سترينج تمام. جيسون سترينج هو عباره عن سترينج ايش تساوي قيمته؟ من وين راح اجيبه؟ من راح احكي هنا اول شيء await اللي هو الريسبونس اللي رجع عندي دوت كونتنت دوت ايش؟ دوت ريد string async. read a string async هذا بقرأ من الكونتنت الموجودة في الريسبونس، بيجيب عندي read string async بقرأ السترينج الموجود وبخزنها في السترينج اللي هو json string. الآن هذه الميثود راح أحدد إنها تعمل return لإيش؟ الآن لازم ترجع enumerable of generic class. فهنا حقول return json convert مش كونفرتر، ننتبه دوت اول مره عملنا ايش؟ عملنا سيريلايز تمام. اول مره عملنا سيريلايز للاوبجكت، الان بدنا العكس، الان بدنا السترينج سيريلايز حول لي الاوبجكت، حول لي اياه لجيسون سترينج. الان بدنا نمسك جيسون سترينج نحولها كاوبجكت طبعا، وعندنا هنا اي نيومرابل. فهنا بدنا نحكي جيسون دوت كونفرت ويستدعي اللي هي deserialize object اللي هو ايش؟ i enumerable طبعا deserialize object، لكن ناخذ هذه deserialize object اشاره الاكبر منه واصغر من هذه. ايش بدها تعمل؟ i enumerable of t اللي هو الجينيريك كلاس، وبين الاقواس ليش بدي اعمل ديسيريلايز؟ يعني انا هنا كاني عملت ديسيريلايز للاوبجكت وعملت له كونفرت ك اي انيومرابل، يعني عباره عن ليست، حيكون ليست اوف حسب الكلاس. فاذا الان بالبارامتر هنا ايش حمرر هنا في الاقواس؟ حمرر هنا اللي هو الجيسون سترينج. الان الميثود هذه بتعمل لي ايش؟ ريتيرن ل اي انيومرابل اوف التي. طبعا زي ما حكينا هنا json convert dot deserialize بتعمل deserialize للstring اللي هو الجيسون string اللي جبته من الريسبونس كونتنت، وطبعا بعمل له هذا يعمل له زي parsing ل i enumerable عشان يكون كليست. طبعا اذا عندي هنا status code مش اوكي راح احكي هنا return null. الان هذا الكود نفسه باخذه كوبي وبروح على الميثود اللي هي ال get async paste. فقط هنا ال url بضيف معاه بمرر معاه ال id اللي هو استقبلته في الباراميتر. خلينا نعملها هذه await await عفوا async عفوا async async تمام. وهنا بنمرر مع ال URL بنمرر مع ال ID. طبعا هذه بترجع لي single object، وبالتالي راح اشيل هذه
الاي انيومرابل، واخلي فقط اللي هو الاوبجكت اللي هو من نوع، او يعني ايش النوع حيكون الجينيريك كلاس. التي هنا بخليها داخل الديسيريلايز اوبجكت، وهنا بعمل كونفيرت للجيسون سترينج عشان يتحول لاوبجكت من نوع هذا الكلاس. تمام. الان في عندي نقطه هنا في الكلاينت، في جزئيه في هذه الجزئيه. لا نعم، انا استعمل معها اويت لاني استخدمت ريد سترينج اسينك. اذا هنا نفس الشيء في الجيت سترينج مستخدم اويت، بس كنت بدي اتاكد. الان هذا الكلاس ايضا عندنا جاهز. ايش الخطوه التاليه؟ الخطوه التاليه راح اعمل تو موديل، واحد ل الناشونال بارك، واحد للتريلز. بس طبعا هذه الموديل مش عشان انشئ منها تيبلز في الداتابيز، انا هذه الموديل بنشئها عشان اعمل مابينج بين الداتا اللي راح استقبلها يعني بين الفي، يعني بين الداتا اللي راح استقبلها من الاي بي اي، واجي افصل انه هذا الفيلد هو مثلا النيم للناشونال بارك او الديستنس للتريلز وهكذا. فهذه المودلز اللي راح اضيفها للناشونال بارك والتريلز الهدف منها عمل مابينج للداتا. فاذا في المودلز في الباركي ويب راح احكي اد كلاس، راح اضيف اللي هو التريل، التريل كلاس، وراح اضيف اللي هو اد كلاس ناشونال بارك. تمام. خليني اروح على الاي بي اي انسخ الفي البروبريتي الموجوده فيهم لهذه الموديولز، ممكن من ممكن من الدي تي او موديل او من خلال الاوريجينال موديل. الناشونال بارك راح احكي هنا كوبي، او خلينا عشان الريكوايرد اذا خلينا ننسخ من الدي تي او. تمام، ناشونال بارك دي تي او، طبعا ما بدي اخذ الكي، وبالناشونال بارك كمان دي تي او لازم احذف هذه الكي. راح اخذ كوبي الان واحطه في الناشونال بارك الموجود بالباركي ويب. خلينا نعمل كول للداتا انوتيشن. تمام، وايضا خليني اروح على التريل دي تي او واضيف هذه، اخذ هذه البروبرتي وانسخها في التريل موديل الموجود في الباركي ويب، واعمل كول للداتا انوتيشن. لاحظ هنا الديفيكولتي محتاج عندي اللي هو الانم، فخليني اجيب الانم، راح اجيبها من التريل الموجود بالباركي اي بي اي، وانسخها عندي هنا في التريل موديل الموجود في الباركي ويب. نعمل بيلد سوليوشن نتاكد ما في اي مشاكل. تمام، ما في عندي اي مشاكل. اذا النقطه الاخيره اللي عملناها اللي هي انشانا تو موديل خاص بالتريل والناشونال باركس في الباركي ويب. طبعا جبنا البروبرتي الموجوده يعني نفس البروبرتي الموجوده في المودلز الموجوده في الاي بي اي. تمام، الان بدي انشئ انترفيس خاصه بالناشونال بارك ريبوزيتوري، وانترفيس خاصه بالناشونال بارك عفوا بالتريل ريبوزيتوري. فهنا على الاي ريبوزيتوري داخل الباركي ويب اد كلاس انترفيس، حقول هنا اي ناشونال بارك ريبوزيتوري اد. طبعا هذا الانترفيس راح تعمل امبلمنت للاي ريبوزيتوري، للاي ريبوزيتوري، وراح امرر هنا الان اللي هو الكلاس تبعنا اللي هو لما انا اعمل امبلمنت للاي ريبوزيتوري راح امرر الان اللي هو الكلاس تبعنا اللي هو ناشونال بارك. تمام،
طبعا هذا خليها public interface. ايضا راح اضيف انترفيس اي تريل ريبوزيتوري، تمام. ايضا هاي الاي تريل ريبوزيتوري عم تعمل امبلمنت للاي ريبوزيتوري اوف، طبعا حمر الان اللي هو الكلاس تبعنا اللي هو التريل، تمام. كلوز اول، اتاكد من حاجه من هنا في الاي بي اي هذه. اوكي، الان الجزء الباقي اللي هو انشئ كلاسز داخل الريبوزيتوري في الباركي ويب، داخل الريبوزيتوري انشئ كلاسز عشان هذه الكلاسز تعمل امبلمنت للانترفيسز اللي هو الاي ناشونال بارك ريبوزيتوري والاي تريل ريبوزيتوري. فهنا حقول داخل مجلد او على مجلد الريبوزيتوري اد كلاس، حضيف هنا ناشونال بارك ريبوزيتوري. الناشونال بارك ريبوزيتوري هذا بيعمل امبلمنت لمين؟ لا الريبوزيتوري كلاس، ريبوزيتوري كلاس اوف، راح امرر له الان الكلاس تبعنا اللي هو الناشونال بارك بارك فاصله. ايضا بيعمل امبلمنت للاي ناشونال بارك ريبوزيتوري. اذا الناشونال بارك ريبوزيتوري بيعمل امبلمنت للريبوزيتوري كلاس اوف الناشونال بارك، وبيعمل امبلمنت للانترفيس اللي هي الاي ناشونال بارك ريبوزيتوري. الان عندي هنا هذا ايرور شو بوتنشال فيكس، هذا الايرور لانه محتاج اعمل يكون عندي اوبجكت لل HTTP كلاينت فاكتوري من الاي HTTP كلاينت فاكتوري اجيبه من ديبندنسي انجكشن، اذا لازم اعمل له انجكت في الديبندنسي انجكشن من خلال السي تي ار كونستراكتور. اعرف كونستراكتور، امرر داخل هذا الكونستراكتور اوبجكت اللي هو الاي HTTP كلاينت فاكتوري، اسمه كلاينت فاكتوري هذا الاوبجكت، تمام. طبعا بدي اعمل هنا ايش بيس، امرر للبيس كلاس ايش ايضا كلاينت فاكتوري اللي هو الكلاينت فاكتوري اوبجكت، تمام. ايضا نفس الشيء بدي اعمل اعرف كلاس داخل الريبوزيتوري وهذا اسميه تريل ريبوزيتوري، هذا التريل ريبوزيتوري بيعمل امبلمنت لا للاي تريل اي تريل ريبوزيتوري، تمام، اوف اللي هو للتريل كلاس، وايضا بيعمل امبلمنت عفوا هذا للتريل ريبوزيتوري بيعمل امبلمنت لا الريبوزيتوري كلاس اوف للتريل، وايضا بيعمل امبلمنت. فاحنا نحكي هذا الريبوزيتوري بيعمل امبلمنت للريبوزيتوري اوف للتريل، وبيعمل امبلمنت للانترفيس اللي هي اي تريل ريبوزيتوري. ايضا محتاجين نعرف كونستراكتور سي تي او ار عشان نعمل انجكت ل اوبجكت من نوع اتش تي بي كلاينت فاكت كلاينت فاكتوري، بنسميه كلاينت فاكتوري، وهذا الاوبجكت بنمرره للبيس كلاس، نمرر هذا الاوبجكت ايضا اللي هو الكلاينت فاكتوري. الان لازم نعمل ريجستريشن لهذه التو سيرفيسز اللي هي الاي ناشونال بارك ريبوزيتوري والاي تريل ريبوزيتوري. راح اروح على الستارت اب على جزئيه الكونفيجر سيرفيسز هنا واقول سيرفيسز دوت اد سكوبد اوف، راح احط هنا اي ناشونال بارك ريبوزيتوري، مين بيعملها امبلمنت اللي هو الكلاس اسمه ناشونال بارك ريبوزيتوري.
واعمل منها كوبي، راح اعمل ريجستريشن ايضا للاي التريلز ريبوزيتوري والكلاس اللي بيعملها امبلمنت اللي هو التريلز، عفوا التريل ريبوزيتوري. تمام. الان جميع الكونفيجريشن الخاصه ب الكونسيوم الاي بي اي جاهزه عندنا، والريبوزيتوري اللي جميع الريبوزيتوري سواء كانت كانترفيس او ككلاسز بتعمل امبلمنت هذه الانترفيس ايضا عندنا جاهزه، والميثود الموجوده فيها ايضا جاهزه عندنا. الان عشان نبدا في الفيوز وفي الشاشات وفي الكنترولر، قبل ذلك بدنا نطبق بعض السكريبتات والستايلات لتحسين اللي هو المظهر العام للشاشات. لذلك راح ادخل على هذه المواقع اللي هي الداتا تيبلز عشان نعمل عندنا هنا تحسين في عرض الداتا، سواء عد الروز اللي يظهر، السورتنج، السيرش، البيجنج. تمام. ايضا حنفوت على الفونت اوسم عشان نجيب بعض الايكونز، ممكن نجيب اي ايكونز بدنا اياها من خلال الفونت اوسم. ايضا التوستر اللي هو ممكن من خلالها نظهر عندي بعض اللي هو الرسائل بشكل يعني منسق ومرتب. ايضا في عندي اللي هو السويت اليرت، بيظهر عندي ايضا بعض الرسائل بشكل منسق ومرتب. عندي هنا الديت بيكر ايضا عشان يظهر عندي الديت من خلال كاليندر. تمام. الان هذه بعض اللايبراري اللي بدي استعملها، راح ارفق لكم في رابط في الديسكريبشن الخاص بهذا الفيديو اللي هو هذا الملف عشان مباشره تضيفوا CSS والجافا سكريبت الخاص بهذه اللايبراريز. فحنسخ انا الان CSS وراح اروح في مشروعي على الفيوز على الشيرد على اللي اوت. وهنا في جزء الهيد راح اضيف السي اس اس لينكس، وفي الجي اس هذه ايضا راح انسخها واضيفها في هذا الجزء اللي هو موجود فيه بعض اللينكات الخاصه بالسكريبتات، راح انسخ في هذه السكريبتس ايضا. ان شاء الله راح نتابع العمل على الشاشات الخاصه بالباركي ويب في فيديوهات قادمه، والله يعطيكم العافيه.